المسابقة نفسها كانوا هم 34 بنت، وللأسف كذا بنت ما وصلوش لمصر. اللي وصلت السفارة مقفولة، اللي بقت مش عارف محتاجة فيزا أخذت وقت كتير، اللي بلدها لسه في اللوك داون، واللي جالها كورونا، واللي أمها الله يرحمها، واللي لسه طويلة كتير. وصلوا كانوا 34 بقوا 17، رجعنا نجري نبدل آخر دقيقة، رجعوا وصلوا ل 34. إذا بدي أقول لك عن التحديات، والله العظيم ما كانش عندي شعرة بيضة، بقوا بيض. ورجعت اتأجلت، قلنا مش معروف كورونا ده جه امتى ورايح امتى، أجلتها قلنا لديسمبر 2020. بعدين جاء حظر تجول جديد، رحنا أجلناها قلنا اضرب لك 6-7 اشهر لقدام لدلوقتي. فما كانش في حظر تجول، ما كانش في مشاكل، الدنيا كانت بألف خير. يا دوب وصلت البلد أو ابتدوا الأسبوع اللي هو فيه طيران، ابتدت الطيران تكنسل وموجة تالتة جت، والموضوع بقى أصعب وأصعب. بس أنا قلت إيه، هنتخضى التحديات كلنا مع بعض، المشروع ده لازم يتم، لأنه بجد زهقنا نأجل. وحتى مش عاوزين الأجانب ياخدوا فكرة وحشة عننا إنه إحنا بنعمل مشاريع ومنكنسل أو إحنا مش جديين. فـ at the end of the day طلع المشروع، متهيألي ممكن مدام جيلان أو مستر فرانك يقولوا لكم، أحسن من ما كنا متوقعينه رغم كل التحديات. مصر بلد مهمة، مصر بلد السياحة. 33% من الانتيكويتيز، الأثارات موجودة بالعالم كله موجودة بمصر. سو مصر بالحاجات دي لازم تبقى انه بالعقل وبالتفكير كل سائح بالعالم عايز يجي يسافر ويشوف من الادكيشن بروسس تبعها تعليم اما حاجه ثانيه يجي على مصر. عشان كده انا انبسطت انه نقدر نساعد ونرفع معامل مصر لطبقه حلوه وكويسه يعني. First of all, before I start, I want to say thank you to Mr. Frank for hosting us in Accor, Fairmont Night City. Without his support and without the support of Madame Jailan and Soma Bey, this event would have never happened. I'm going to be talking in Arabic because the press is Arabic press. Mr. Frank, you can talk in English. Madame Jailan, French maybe? I don't know. Okay. So, نبتدي بالعربي, okay? أولشي, thank you, Maya, for coming. Miss Universe Lebanon. And thanks for everyone for being here, الصحافة كلها. I let you speak, Mr. Frank, first, and then I'm going to be talking about حبتدي أتكلم عن Miss Elite. Let me ask, first Miss Elite of its kind, and as you know, Stefano is the founder of Miss Elite, and when he approached me for this magnificent event, I was a little bit hesitant because I thought, you know, all of these things happening in a short period, Corona has taken place, we thought, maybe we should postpone. But he was so persistent on making sure that this event takes place. And I said, fine, if you want to do this, so let us do it. So here we are today. When you arrived, I was very pleased to see the talent that has been displayed. And I hope your stay with us has been enjoyable, to say the least. And the fact is, the beginning, we had good times, and I'm sure the ending will be a great time. To my experience is that all of you, as far as I'm concerned, are Miss Pageant. You all won in our eyes, but unfortunately there have to be a winner. So that will come on the 29th of this month. But we're really pleased to have you, and I hope the comfort that you continue to enjoy will be maintained with you until the day you leave. دلوقت عندنا نشكر سوما باي على البوت كامب. سوما باي اغلبيتكم ما تعرفوش سوما باي ولا رحت سوما باي. خلوني انا اقول لكم انه دي عامله زي المالديف وممكن احلى بس قريبه. فاتمنى من الكل ياخد فكره عنها، يعني مش كله يجي يقول لا كل ما سافر ابعد الديستنيشن احلى. فطبعا انا هشكرك في الاخر فيليو باتير بتوع الساعات، بنشكرهم جدا لانه هيقدموا
جايزتين للبنات لما يكسبوا، للاونلاين فوتر اللي بتاخد اصوات على الانترنت ليها ساعه بقيمه 2000 دولار، واللي هتكسب عادي ليها ساعه بقيمه 3000 دولار من كريستيان ديور.